السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يوم الغد أيضا ستبقى الأجواء مشمسة، وهذا على أغلب المناطق الشمالية وكذلك الجنوبية، عدا بالجنوب الغربي ستشهد بعض السحب السفلى احتمال لأمطار ضعيفة جدا ومحلية. أجواء مغشاة جزئيا تميز المناطق الشمالية الغربية بدون فعالية، نفس الأجواء بشمال الصحراء، كما ستنشط بعض الزوابع الرملية المحلية بالصحراء الوسطى وأقصى الجنوب. الحرارة خلال ليلة اليوم تتراوح ما بين درجة 0 إلى 3 درجات بالمناطق الداخلية، في حدود 9 درجات بالسواحل الوسطى وكذلك الشرقية، 7 بوهران بتيزي وزو، نفس المقياس جنوبا ببشار بإليزي وتمن راس، درجات بغردايه بسكرا لغاية ورقلا، درجتين فقط بجنت، وترتفع إلى 13 درجة بالصحراء الوسطى وأقصى الجنوب. أما فيما يخص الحرارة قصوى خلال ظهيرة الغد بحول الله ستقارب 22 درجة بالعاصمة بسكيكدا عنابة وتلبسان، 21 درجة بوهران، 20 درجة بتيزي وزو، ما بين 14 إلى 18 درجة بالمناطق الداخلية، 17 بغردية بالمغير الواد ورقلا، 16 درجة ببشار، 20 درجة بإليزي بتمن راس جانات وتندوف، ترتفع إلى 24 درجة بالصحراء الوسطى وأقصى الجنوب. أما البحر سيكون جميل على العموم على كافة المناطق الساحلية مع رياح ضعيفة تماما. شروق الشمس صبيحة الغد للفتح من شهر جانفي سيكون بحول الله في حدود الساعة 7 صباحا و59 دقيقة، والغروب على 5 مساء و40 دقيقة. مشاهدينا أشكركم على حسن المتابعة، عام سعيد للجميع.